السلام عليكم الغزالات الفنات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. ابقوا معايا كيف العادة الاخر لا فيديو باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا لي شوسون حلوين بالتفاح، كيجيو زوينين. المهم كيف ما كتشوفوا هنايا، انا خديت هنايا التفاح مقطع قياس واحد جوج تفاحات، جوج معالق كبار ديال السنيده، ومعلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه كبيره ديال عصير الحامض. غادي نخلطهم مزيان وغادي نديرهم في واحد المقيله باش يتعسلوا ليا، وغادي نخليهم على نار مهيله البنات باش يطلق داك الماء ديالو وما يتحرقش لينا السكر على نار مهيله، ما تكتروش عليها العافيه البنات. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نخلط مزيان وغادي نخليه على البوطه حتى يتعسل لينا داك التفاح مزيان. من بعد غادي نطفيو عليه العافيه وغادي نخليو التفاح ديالنا حتى يبرد، وغادي ندوز باش نقطع العجينه ديالي. هنايا البنات هذه راه العجينه المورقه، راه غادي نحط لكم في صندوق الوصف الرابط ديال لا فيديو ديال طريقه التحضير ديال العجين المورق، كيجي سهل واقتصادي وكيجي ناجح 100% البنات صدقوني، يعني غير جربوه وردوا عليا في التعاليق. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا غادي نطلق العجينه ديالي، وغادي ناخذ واحد الطابع يكون دائري. القياس اللي بغيتو البنات، انا خديت هذا الطابع هذا صافي، ونبقى نقطع. وكيف ما كتعرفوا الطريقه ديال لي شوسون عاديه. وهنايا البنات فاش غنبقى نعمر العجينه ديالي بداك التفاح باش غادي نلصق لي شوسون ديالنا، غادي ندير شويه ديال الماء في الجناب ديال هاد لي شوسون هادو باش فاش ندخلهم الفرن ما يتحلوا لياش بزاف. من بعد البنات غادي ندهنهم بصفار بيضاء وشويه ديال صوص صويا اولا نسكافيه، المهم على حساب المتوفر عندكم. هنايا غادي نكون ديجا سخنت الفران ديالي مزيان، ونقص عليه فاش نبغي ندخل لي شوسون ونخليهم يطيبوا. راه في ساعه البنات كيوجدوا، يعني كيطيبوا ما كيحتاجوش الوقت طويل. وكتذكير البنات فقط بغيت غير نقول لكم بالنسبه للعجين المورق، راني كنوجدها يعني كنخصص ليها واحد الوقيته ديالها، وكنوجدها وكنقسمها كنخليها في الكونجيلاتور، راه ما كتضيع ما كتخسرش الوقيته اللي غادي تحتاجوها، كتجبدوها من الكونجيلاتور وكتخليوها تطلق وتوجدوا بها داكشي اللي بغيتو نتوما. بالنسبه للمالح اولا الحلو راه بحال بحال، لانني ديجا درت فيها شويه ديال السنيده وشويه ديال الملحه، يعني راه غادي تستعملوها في المالح وتستعملوها في الحلو. صدقوني البنات غير جربوا هاد العجين المورق وردوا عليا الخبر في التعاليق كيف جاكم. نخليكم الغزالات ديالي مع لا فيديو ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال لي شوسون ديالنا. وها هما البنات لي شوسون ديالنا واجدين محمرين مقرمشين وبنانين بطبيعة الحال، وكيجيو هشاشين في الفم. صدقوني البنات راه كيجيو رائعين. المهم نتمنى تجربوا الوصفة نتاع اليوم،
وتال هنا وصلنا لاخر لا فيديو. نخليكم على خير البنات، ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم. تال فيديو الجاي ان شاء الله. يلا تهلاو ليا فراسكم، باي باي.